بالنسبه للجمعيه ديال قصبه للتنميه والتضامن هي سعيده باش تشارك في هذا النشاط ديال احياء الذكرى 12 لتاسيس مدينه تمسنا اللي كتراب كتحظى بالرعايه الساميه لصاحب الجلاله واللي زارها جوج المرات. هذا فخر لهذه المدينه الجديده، كذلك بشراكه مع مؤسسه العمران اللي كبذل مجهود كبير في هذا التخليد واللي كان العنوان ديالو هو البيئه والاطفال، وكان كذلك شق اليوم عملي اللي كان تجلى في غرس الشجيرات وحمله النظافه ويعني تركيب حاويات للازبال يعني، وكذلك صباغه بعض الجدران وبعض الواجهات، كذلك يعني تشجير يعني المناطق الغير مشجره باشجار